شاشات دبي ريسنج والقنوات المصاحبة لنقل مهرجان سمو ولي العهد على أرضية ميدان المرموم. بالمرموم هذه الانطلاقات وكل التحديات دائما في عالم الأصايل. شوطنا في هذه اللحظات وآخر أشواط أمسية هذه الليلة، أول انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي حفظه الله. أتقدم مباشرة مع شوط الإبكار الإنتاج، أتقدم مع المركز الأول سراب على المركز الأول حمدان بن يمعة بن عمهي، يتقدم على المركز الأول يقدم سراب على المركز الأول. المركز الثاني القادمة على المركز الثاني راهية راهية حمد بن محمد بن قنون الدرعي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث منهج لسهيل بن حمد بن يطبع العامري، والمركز الرابع بشاير مطر بن سعيد بن حلوى الكتبي يقدم بشاير. المركز الخامس بن سالمين العامري القادم في هذه اللحظات مع هذه التحديات مقدما انطلاقات هذه الأسماء على أرضية هذا الميدان. محبوب محمد بن سالمين بن مبارك العامري، والمركز السادس اللي تسللت إلى المركز الخامس هذه شاهينية لحمد بن سالم بن يطمع العامري. المركز السابع لغزيل القادمة لعلي بن سيف بن سهيل الدرعي يقدم لغزيل. من القادم اليازي سالم بن علي السبعة الدرعي القادم في هذه اللحظات. هل القوع قادمين الثنين كيلومتر منتصف الأربعة كيلومتر الشميمية. نادر بن سعيد بن صبحة العفاري قادم في هذه اللحظات. المركز العاشر الحذرة عمر بن حمد بالقرين العامري يقدم الحذرة على المركز العاشر. تابع شعارات تابع الأسماء سيل قادم من الأسماء في انطلاقات الأصايل على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. شوط الختام آخر أشواط هذه الأمسية وين بن مسي عودة إلى الصدارة إلى المقدمة إلى بن حلوة راعي بشاير على المركز الأول. مطر بن سعيد بن حلوة هل اكتبي يتقدم على المركز الأول. بن سالمين محمد بن سالمين بن مبارك العامري راعي شاهين الرموز قادم مقدما انطلاقات وتحديات القادمة على المركز الثاني بشعار العامري. المركز الثالث من الجانب الآخر شعار الدرعي القادم في هذه اللحظات يتقدم مع انطلاقة الغزيل علي بن سيف بن سهيل الدرعي القادم على المركز الثالث. المركز الرابع اليازي سالم بن علي السبع الدرعي القادم. وين الموقع بنقول خلاص الكيل الأخير. يا هالإنتاج الحقايق الذيبة قادمة ذيبة خليفة بن نصيب هذا يبغي نصيبه الخيالي قادم مع الذيبة والقادمة الشميمية. نادر بن سعيد بن صبحة العفاري قادم في هذه اللحظات والقادم النواعس راشد بن سلطان الدرعي والغيلاني قادم بإنتاجه معظمة راشد بن سالم الغيلاني القادم. شوط الختام آخر انطلاقات هذه الأمسية مع أول انطلاقات مهرجان سمو ولي العهد. هلموا إلى الصدارة هلموا إلى المقدمة بالنصيب روع المركز الأول يقدم الذيبة النواعس قادمة بو سلطان راشد بن سلطان الدرعي.
الشرعية قادم على المركز الثاني، الغيلاني على المركز الثالث، لكن بالنصيب بالنصيب واللحظات الأخيرة وشعر الدرعية قادم مع النويعس على المركز الثاني، راشد بن سلطان بن سالم الدرعية القادم على المركز الثاني. شوط الختام آخر آخر انطلاقات أمسيات هذه الليلة إلى هل الختم ختموا هذه الأمسية مع بالنصيب اللي بغى نصيبه اللي روح بنصيبه. سلام الختام سلام وسلام إلى بالنصيب مالك الذيب خليفة بالنصيب لخيالي. المركز الثاني الشميمية لنادر بن سعيد بن صبع العفاري، المركز الثالث هذه اللي وصلت النويعس لراشد بن سلطان بن سالم الدرعي، المركز الرابع عندك يا راعي ضبا راشد بن سالم بن علي الغيلاني، والمركز الخامس وصلت اليازي لسالم بن علي بن سعيد السبع الدرعي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم متابعينا من الشاشات. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات لحظات وصول شعار بالنصيب راعي راعي الذيبة راعي الذيبة اللي ما قصرت اليوم الذيبة. توقيت الزمني نتابع في هذه اللحظات نتابع توقيت تهانينا والناموس لأهل الختم 6:07 سبع أجزاء من الثانية. المركز الثاني الشميمية لنادر بن سعيد بن صبحة العفاري اللي وصلنا على المركز الثاني. شعارك يا العفاري يا نادر يا بن سعيد يا بن صبحة العفاري راع الشميمية 6:08. المركز الثالث 6 دقائق نتابع التوقيت لحظات النويعس وصول النويعس لراشد بن سلطان بن سالم الدرعي. تهانينا والناموس لك يا ابو سلطان. وتوقيت النويعس 6:08 خمس اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع.